خوتي المغاربة مرحبا بكم. اعتقال دنيا بطمة وخروج المنتخب المغربي من الكان، جوج ديال النقاط نتناولهم في هذه الحلقة. اعتقال دنيا بطمة سيفرح البعض وسيغضب البعض أو ما يكونش راضي. احنا في هذه القناة من الناس اللي ما نبغيوش اعتقال دنيا ولا أي مواطنة أو مواطن، مش حيت دنيا فوق القانون ولا عندها شي ميزات. تبعوا الخط ديالنا هنا، ما كنبغوش الاعتقال، وماشي معناه كنصادروا حق القضاء، لا، القضاء يقول كلمته ويدير شغله، لكن هذا غير رأي ديالنا حنا. أنا دائما كنا ضد اعتقال ديال الناس، وما نكرهوش حنا تكون شي حل للانحرافات ديال الناس، يتعالجوا الناس في أخطائهم بعيد عن الحبس، خاصة وأن التجربة في المغرب أثبتت أن الحبس لم يكن وسيلة ناجعة للردع، والدليل كتلقى واحد دخل الحبس عنده 12 عام، وبقى حتى وصل له 50 عام. كاين اللي مات في الحبس، دخل الحبس ملي كان صغير، كيدخل ويخرج، وكيدخل كيدوز اوضاع كارثيه، وكينعس مع 40 الخلق، وكيدوز الكاش وكيبقى يبكي وسط الحبس، يقول ما عمري نعاود، وكيخرج وكيرجع يعاود. اذا الردع ديال الحبس لم يكن وسيله ناجعه. اعتقال ديال دنيا باطمه ما يمكنش يفرحنا في هذه القناه، ما نقولكمش حيت هي ام ولا حيت هي فنانه ولا حيت عندها بنتها ولا بالعواطف، لا. احنا ضد الاعتقال، كيبقى مع العلم ان كل مواطن بان طول الاعتقال ديالها من حقه والسلطه القضائيه من حقها، ولكن احنا في هذا الموقع وتبعونا حتى مع السياسيين الاعتقال كيضرنا ديال اي انسان. انا غادي نتناول دنيا باطمه في بعض النقاط مهمين ومشي للمنتخب الوطني، مهم جدا المغاربه جدا جدا جدا. نبداو بمبدا المساواه، خلي احنا مقلقين ولكن مزيان المغاربه يكونوا متساوون امام القانون، مزيان المغربيه والمغربي بان له كل فنانه كي ديك مسكينه ديك المواطنه البسيطه اللي خدامه كتبيع بحال يعني اللي غلط يتعاقب. امر جيد، مبدا المساواه امر جيد جيد جدا. نقطه ثانيه كترتبط بالمتابعه ديال دنيا باطمه، هذه كذلك خصنا نفتحوا فيها صفحه ما ندوزوهاش. دنيا باطمه متعت بكل شروط المحاكمه العادله، على الاقل احنا كمتابعين عن بعد. عندها ضمانه الحضور، ما تشدتش لا عند الشرطه، ما تشدت لا عند النيابه العامه، لا بعد الجوله الابتدائيه، لا بعد الجوله الاستئنافيه، حتى تسالت جميع درجات التقاضي، وهذا هو الاصل. ماشي انها تمتعت بشي حاجه القضاء، لا، القضاء دار معها القانون. وهنا كنفتحوا سؤال، لماذا مغاربه اخرون يعتقلون عندهم كل ضمانات الحضور؟ لماذا؟ سياسيون، حقوقيون، برلمانيون، وسبق لي شرحتها في مناسبه اخرى، لا يكفي توفر شرط التلبس باش نعتقل الانسان، خاص ركن اخر هو يكون عنده انعدام ضمانه الحضور. ما عندك القضاء ما مأكدش، النيابه العامه عندها ادله والقاضي التحقيق عنده ادله، قيام واحد الادله والشرطه، ولكن منين انت ما عندك ضمانه الحضور، ما عندك لاكارت، ما عندك عنوان، غتبدل معالم الجريمه، ما نعرف خطر للخيناك مثلا جريمه فيها القتل وباقي تقدر تقتل شي واحد. احيانا الاعتقال تيكون حمايه، بحال مثلا حادثه السير ما كيقتل شي واحد، راه ملي كيشد السلطه كتشد واحد الانسان راه كتحميه حتى هو، لان ذوي ذاك الضحيه يقدر يقتلوه في ديك اللحظه، واخا كيعتقلك المخزن راه كيحميك بعدا بلا ما تهدات الانفس. فالاعتقال او هذه المتابعه ديال دنيا باطمه كيفتح صفحه مهمه للمغاربه، هذا هو العبره من القضيه. لماذا لم يمتع كثير من المغاربه كيتشدوا في البلاصه احيانا على شكوك؟ اذا هذه نقطه مهمه جدا. نقطه اخرى لا تقل اهميه هو التأخير في البت، هذه مشكلة المغاربة. دنيا باطمة بقات 4 سنوات في المحاكم ملفة، لماذا؟ وكاين مبدأ مهم جدا هو الحكم في أجل معقول، كاين قرارات المحكمة الأوروبية حتى التشريع ديالنا المغربي، علاش واحد الإنسان كيبقى 4 سنين كيمشي ويجي؟ وكاين ملف كتلقى فيه بحال مثلا ديال الريف فيه واحد 55 واحد وكاين 400 تهمة وحكموا في سرعة قياسية، واش قدرنا نغربلوا داك الشيء وندوزوهم دغيا؟ صحيح من واحد الجانب باش نكونوا موضوعيين، عندما يتعلق بالجرائم الماسه بامن الدوله الداخلي والخارجي، المشرع عطى السرعه باش المجتمع كيطمئن، لان كتسمى جرائم والخطر، ولكن واش 3 شهور كافيه للتحقيق في 400 تهمه؟ كما قال القاضي قال لك رماو تهم بالبالا، ولكن عندنا تهمه واحده اخرى ديال دنيا باطمه وكاين ناس كانوا معاها، اذا لماذا تعطل؟ هنا باش نكونوا موضوعيين. واش نمشيو لها ديريكت؟ وسبقنا قلناها وكننبهوا ليها، وهذا الموضوع ديال دنيا باطمه خلينا نوليو ننبهوا مره اخرى. هو ضعف ولا ندره الموارد البشريه في المغرب. المغرب من جمله الازمات اللي عنده وسبب مشاكله، ولماذا فشلت السياسه العموميه في بزاف الحوايج؟ هو ان الموظفين قلال، القضاة قلال،
قضاه النيابه العامه قلال، قضاه الموضوع قلال، قضاه التحقيق قلال، الاساتذه قلال، الاطباء قلال، المهندسين قلال، الشرطه القضائيه قلال، الجدارميه قلال، والملفات المعروضه والمشاكل لا حصر لها. البوليسي كيدير الخدمه ديال 4 البوليس، الجدارمي كيدير الخدمه ديال 4، القاضي كيدير الحكم ديال 10 ديال القضاه. ونهار تعطي لشي واحد يخدم اكثر من جهده وطاقته، كون مأكد ان الحقوق ستهدر. وملي كتهدر الحقوق كيوقع التوتر، وفي الاخر حنا كمجتمع كلنا كندفعوا التوتر. اذا لماذا دنيا باطنه بقات هذه المده كامله 4 سنوات؟ وهذا كيدخلني لواحد النقطه اخرى مهمه جدا، هو ان دنيا باطنه تعرضت لاكبر حمله تشهير ربما في تاريخ البشريه. سمعوا مزيان المغاربه، دنيا باطنه ملي كنقولوا شهروا بها، تقدر تكون هي زلقت في حق الناس، تقدر تكون هي شهرت في حق الناس، تقدر دارت افعال. اذا القضاء ماذا معتقلها الا تكونت عنده قناعه، قناعه دايره جرائم، القضاء هذا قال كلمه. ملي كنقول لكم هذا التشهير ماشي باش واحد اخر يقول لك وهي اش دارت، لا حنا ماشي بهذه الطرق. هي دارت حنا ما نديروش، هي دارت وحنا ما نديروش. هاد السيده باقيه عرضه يعني وعندها بنتها، وملي كنقولها هي كنقصد عدد من المغاربه. التشهير شهر بها على اكثر من واجهه، وهي وهذا مشكل عميق جدا، هي ولا انا نجي حتى اللاعبين المغاربه، هاد المشكل ديال كتكون نجم رياضي او نجم فني، ولكن ملي ما كتساعدكش التكوين السياسي او الحقوقي او لا، فكدير تصريحات كترجع عليك بها، ربما هي تحرشنا في واحد الوقت بس كتصرح وبدا كيتفاعل. كاين جانب موضوعي هو ديال هادشي ديال المداخل ديال الادسنس واليوتيوب وهذا الروينه، لان عدد من الناس لقوا في دنيا باطنه بحكم كفنانه وموضوع كيتبعوه الناس، لقاو فرصه لضر عدد، ولكن هذا هو الخطوره، كتدخل فلوس وما كيهمكش الاعراض ديال الناس. اذا دنيا باطنه دارت ولا قالت ولا شهرت بشي فنانه ولا بشي كذا، لا نقبلوا داك الشيء اللي دارت، ولكن السؤال واش هو نعرضوا حياتها للتشهير بتلك الطريقه يعني المؤلمه جدا بكل ما تحمله الكلمه من معناها. اذا اخر كلمه باش ندخل الى المنتخب المغربي، هو ان قضيه دنيا باطنه الاعتقال ديالها خصو بالعكس عادي تفتح النقاش. المهمه المغاربه تنقول لكم لكي نستخلص العبر والدروس، الدرس الاول لماذا تاخر البث 4 سنين؟ عندنا مشكل القضاة، نزيدوا القضاة، لان هادشي كيكون على حساب الحقوق، كنتكرفصوا، ما عندها حتى معنى يكون عندك ترسانه قانونيه فيها راه على المستوى المغرب راه جد متقدم على المستوى تشريعات، ولكن كتجي للواقع ما كتلقاش الحقوق. كيعطيك المشرع المواجهه، كيعطيك المشرع الخبره، كيعطيك المشرع دير البحث التكميلي، ولكن اغلب المغاربه يحاكمون بناء على تصريحاتهم لدى الضابطه القضائيه اللي قالوه البوليس او اللي قالوه عند الجندار، لان القاضي عنده ملفات بزاف، وهنا كيمشي مسكين بنادم للحبس وكيحس براسو ما تحاكمش محاكمه عادله، كيبقى حاقد فكيخرج صعيب عليه يرجع لحاضره المجتمع. هذا هو الدرس. اذا خصنا نزيدوا قضاة، كيفاش نفكروا نزيدوا قضاة النيابه العامه قضاة التحقيق؟ النيابه العامه راه لا يمكن ان تتصور شنو كدير في المغرب. وكيل الملك او وكيل العام خصو يستنطق المتهم، خصو يهبط للقبو ويستنطقه، خصو يترافع يطلع فوق الجلسه يترافع على الحق العام يدافع عليه، خاصو يمشي للحبس يشوف ظروف الاعتقال الناس والسجل، خاصو يمشي لعند الضابطه القضائيه حراسه النظريه ويشوف، خاصو يمشي للسبيطار، خاصو يخرج الى مسرح الجريمه. احيانا كيديروا بحال كيمشيو مثلا بحال قضيه التحقيق مثلا كيمشي لمسرح اعاده تمثيل الجريمه، خاصو يدير لا الانابات القضائيه وهلم جرى، وكتلقى واحد العدد قليل ديال النيابه العامه وعدد كبير من الملف، كذلك قضاه الموضوع. اذا هذا الدرس دنيا باطنه خصنا نفكروا هنا، لماذا 4 سنين ما ندوزوهاش؟ ثم نبدا المساواه، لماذا دنيا باطنه مثلا تبعت في حاله صراح لمده كبيره وهذا دار معها القانون وبرافو، علاش ناس اخرون يعتقلون بناء على شبهات قيام شبهات بسيطه، وشحال من واحد كيتشدوا في الاخر كيمشي بحالاته. اذا هذا الدرس كذلك خصو يكون مهم. درس اخر هو درس التشهير. لا يعقل، لا يعقل في دوله مغرب اسلام ودين الدوله، تمشي الفصل الثالث اسلام دين الدوله وعندك قال الله على الاعراض وقال الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعراض وقال، علاش حنا مسلمين وعندنا قال الله وقال الرسول ونسمح لانفسنا بان ننهش اعراض الناس؟ هذا الانفصام علاش ما قدرناش؟ شنو واقع الانسان المغربي؟ شنو علاقته بالتعاليم الاسلاميه؟ علاقته بالقران والسنه؟ علاش ديك النصوص ما كتنعكسش روحه وتنعكس في سلوكه؟ فين كاين الخلل؟ علاش كنتعاملوا مع 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 الاسلام كطقس رياضي نصلي وكتلقاه مثلا يصوم ويذبح الحول يد العيد وكيمارس ديك الطقوس، ولكن في سلوكه الاجتماعي ضد التعاليم ديال الاسلام؟ هذا خصو تفسير، لماذا كيقبل الانسان يقيس الاخر؟
منين جاي هذا الشيء؟ منين جاي هذا الشعور؟ إذن هذه السيدة شهيرة بها من طرف العديد، ماشي جهة ماشي جوج. نهش الأحل ما يقولي شي واحد هي قالت ودارت، راه قالتها وما نعاودهاش. إذن هذا درس ديال التشهير كذلك خصو يكون مهم ومهم جدا. وكنمشي لموضوع آخر هو المنتخب المغربي. ألمنا المنتخب المغربي البارح درنا تدوينه وقلنا الحب لكل الأسود والحب للحاكمي، علاش؟ لأن الظرف يقتضي، الظرف يقتضي المغاربة خاصنا دار، ولكن ما فيها باس على أننا نفتحوا الصفحات ديالنا. أنا بغيتكم المغاربة هذا البلاد، نهار المغاربة تعرفوا قيمة النقد، هذا اللي كينقصنا في المغرب. عندنا كل شيء في المغرب، عندنا الجو، عندنا الشمس، عندنا الشتاء، عندنا استقرار، عندنا يد عاملة نشيطة، عندنا مغاربة محبين لبلادهم، عندنا مؤسسات، كاين بعض التجاوزات وسط المؤسسات ديال الأفراد في عدد من المؤسسات الدستورية، كاين حرافات، كاين الظلم، كاين كاين كاين، ولكن مع ذلك عندنا ولاء ديال المؤسسات للبلاد والوطن والتوابيت، وعندنا استقرار. علاش؟ علاش فين كاين الخلل؟ علاش ما قدرناش؟ كاين بزاف ديال المشاكل، ولكن اليوم غنسلط الضوء على نقطة واحدة هو النقد. لماذا لا يسمح لنا بالنقد؟ لماذا المغاربة ساكتين؟ لماذا لا نشارك في نقاشات؟ علاش كان علاش 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 عندنا تعبئة مغربية شاملة في كرة القدم؟ كنا كنخرطوا في الكرة، الغني والفقير نشارك بآرائنا وانطباعاتنا وحماسنا، ولكن علاش ما كنخرطوش في النقاش المسائل الأخرى القومية التعليمية الاقتصاد؟ علاش أخوتي المغاربة؟ على السؤال هذا جوهري، لماذا كانت التعبئة ديال الشعب وديال الدولة في كرة القدم، وهذا أمر جيد، كرة مهمة تهي ولا عندها وجه سياسي وتهي كتدخل في إطار ما يسمى بالقوة الناعمة، ما كنختلفوش وكلنا كنخارطوا في هذا الشيء وكنبكيو مع المنتخب وكنفرحوا مع المنتخب، ولكن هذا ما كيعنيش لماذا النقاش العمومي غايب في حوايج؟ علاش المغاربة ما كنخارطوش في قضايا ديال الاقتصاد والمال العام؟ هو داز الإطراء غير المشروع، لا ما خداه والو. شوف وشفت النقاش اللي خداه، كنقول غير خرجت اللي دار وزير العدل الزبله، تصريحات غير موفقه بتاتا. عاد دير هذيك التصريحات اللي دار وزير العدل لو دارها في البرلمان، ديرها في اي برلمان اخر ديمقراطي، راه تنوض القيام على داك الكلام، لانه فيه كلام غير معقول، لانه فيه واحد التضليل، لانه فيه واحد الالتفاف على النصوص، لانه فيه واحد مصيبه كحله ما خداش حقه. السيد رئيس الحكومه المحترم زاد الثروه ب 200 مليار في واحد البيئه اللي كتعنى والظرفيه الاقتصاديه والناس كتعاني والمشاكل والناس مساكن لاقي مشكل باش يخلص الدور، ورئيس الحكومه يزداد غنى، وتصور 200 مليار لم ياخذ النقاش حقه. علاش المنتخب خص؟ لماذا؟ انا ما ندخلش في امور ديال، انا ماشي تقني متخصص في الكره، الخطه الكراكي فيه كاين الغلط، يمكن كمواطن بحالي بحال المغاربه نقدر نعطي بعض الملاحظات علاش خسرنا، هذه ملاحظات. لا مثلا وهذا عامل اساسي، كان الجو في غير صالح، وكانت اللياقة البدنية ديال الدراري كانت شي شوية كتبان ماشي، لأن بانت اللياقة البدنية في جنوب إفريقيا كان عندها دور حاسم وبانوا الدراري. هنا غنفتحوا نقاش نقدروا نسولوا واش ما كانش أولى نطعموا الفريق مادام ما تكونش عندنا نفس العملية ديال كأس، لأن كأس العالم ماشي بحال إفريقيا، إفريقيا مناخ آخر، ربما لعبنا بنفس الفلسفة ديال كأس العالم، الجو يختلف، الشروط تختلف، لأن في كأس قطر كان معنا الجو مناسب، كان معنا الدعم، كان دعم قوي جدا لا من طرف العرب ولا الامازيغ ولا الاكراد ولا العالم فرح لهذا المنتخب. سؤال واش بقى عندنا نفس الدعم؟ واش هي الاخطاء اللي ارتكبنا؟ ما فيها عيب، ماشي باش نهرسوا، لا حنا عندنا فريق وخصنا نحافظوا عليه ونحافظوا على المدرب، لان 18 شهر عاد تكون عندنا كاس افريقيا، راه ماشي نجيو نهرسوا اللاعبين وننساو، لا، هاد الدراري وهاد الاداره وهاد المدرب رفعوا راسنا عاليا، نكونوا ولاد الخير ما ننساوش، ومشي عيب نناقشوا وننتقدوا، ننتقدوا باش نطوروا، باش في المحطه المقبله نكونوا مزيانين. ما يمكنش عاوتاني نقولوا وفرحتونا في قطر معلمين ونسكتوا، وما يمكنش عاوتاني نبداو نريبوا، ندير واحد النقد مسؤول. شنو درنا؟ شنو ما درناش؟ فيه كانت بعض اوجه الخلل حتى لا نعيدها في المستقبل. فمن جمله الاشياء مثلا اللي كانت انا كنقول كان يكونوا على الاقل المحليين، مثلا جنوب افريقيا غلبت نفس بعض اللاعبين المحليين، حنا دينا واحد ثلاثه لعبوا جوج وواحد ما كان يكون مثلا بعض الملاحظات في قطر، لاحظ الدراري واخا كانوا مضروبين لعبوا، كاين اللي كان مصاب في قطر ولعب، اليوم بانت لان الغياب ديال زياش والغياب ديال بوفال كان مؤثر جدا جدا جدا. وهذا كيفتح عليا واحد السؤال جوهري المغرب، بغيتكم انتبهوا له، واش حنا غنبقاو نتسناو بالقدر يجود علينا بالابطال؟ علاش ما قدرناش نصرحوا يعني مدارس بيرمانونت يعني متواصل او دائمه، واحد النهار غيجينا عويطه، علاش ما قدرناش نرجعوا عويطه وراه؟ واحد الوقت نتسناو يجينا القروش، علاش ما قدرناش؟ واحد الوقت علقاو حنا كريم العالمي
يونس العناوي ولا كريم العالمي، علاش التنس ما قدرش تنتج الخلل؟ واحد الوقت انا خصني التيمومي ولا عطيني فراس، مشى لي فراس كنتسنى ما كنقدروش ننتجوا، فين كاين؟ علاش ما كاينش؟ فين كاين الخلل؟ صافي زياش ما لعبش ليا تلفت، ما لقيتش بوفال تلفت، خصني يكون عندي روبلاسون في مستوى زياش. هنا كيبقى كيفاش؟ علاش بنينا زياش عاب واحد وراه النعلي وراه النعله بوفال غابوا؟ بان المشكل كبير. وهذا كيخليني نفتح، وهذه المغاربه اللي خصكم تنتبهوا لها في هذا النقاش، اياكم ان تعتقدوا، هذه كنقول لكم نقطه جوهريه، اياكم تعتقدوا بان الكره تعيش بمعزل عن باقي الحقول الاخرى الثقافيه الاقتصاديه الاجتماعيه الديمقراطيه. ما يمكنلكش تعطيني شي دوله في العالم تبقى دائما كتنتج، البرازيل طبعا ما كترقاش ديمقراطيتها ولكن راه تامل قوه اقتصاديه في العالم البرازيل. ما يمكنش شي دوله تبقى دائما، واحد النهار عتلقى السنغال وصلت الربع في حياتها ورجعت، واحد النهار عتلقى المغرب لعب مكسيكو 86، واحد النهار في قطر وصل النصف. علاش ما كنقدوش نجح؟ لان الحقول متداخله الرياضيه والاقتصاديه. وفي كيبان هذا الشيء، نعطيكم مثال ملاحظه من جمله الاشياء اللي انعكست سلبا على اداء المنتخب المغربي، كاين الجو كاين غياب لاعبين، ولكن كاين نقطه مهمه النفسيه ديال اللاعبين، الغياب ديال المدرب في واحد المباراه بصرف النظر التصريحات اللي دار المدرب، التصريحات اللي دار اوناحي، التصريحات كان ممكن نتجنبوها. هذه عاوتاني خصنا حنا كمنتخب نجلسوا وما نتقلقوش، كيفاش نحاولوا نتجنبوا هذا الشيء في المستقبل؟ اللاعب راه لغته في رجله، راس ماله في رجله، هو ماشي اطار حقوقي وكيعرف المسائل الحساسه والقضايا، راه هو من قال هذاك الشيء العرب راه ما عرفش هو ابعاد المساله القوميه والمساله فماش هو، وماشي غنقولوا انت خايب وندمروا، لا خصنا غير نتابعوا له مره اخرى قبل يكون تأطير. ها في تهضروا، ها في ما تهضر، هذه المساله راه حساسه. شحال من واحد في المغرب كان كيشارك في النقاش العمومي، غيبوا مثلا يوم النقاش ديال الدين دكتور الفايد، دكتور الفايد طاقه رائع جدا داك السيد، وما يتقلقش مني، ولكن دخل واحد الموضوع، كاين بعض المواضيع كتذبحك، عندك الدين، عندك الوحده الترابيه، عندك الملكيه، عندك كرة القدم، شي امور اللي كيكون عليها الاجماع. بعض المرة كاين واحد السيدة بلا ما بغيتش، ماشي ما بغيتش نسميها زعما، حاش ما تفهمش، دخلت الى النقاش الديني بحسن نية، ما نقولش بحسن نية، ولكن ملي ما عرفتش تجيريه كما تنقولوا، احنا تحرمنا منها في النقاش العمومي، كلات العصا، كما كلا العصا الدكتور الفايد، كما كلا عدد من الناس. اذا كاين بعض القضايا كذلك، مثلا الركراكي، كان ممكن هذا النقاش ديال العرب ولا كذا، احنا محتاجين العرب في افريقيا، لعبوا معنا دور. ولكن كاين ناس مثلا اللي عندهم مشكل مع العرب كعرق استغلوها وبوظفوها سياسيا ودخلنا في متاهات كنا في غنى عنها. اذا هذا الشيء ديال التصريحات كذلك خص يكون شي خليه داخل الجامعه الملكيه لكره القدم. كيفاش يصرح؟ انت كتولي نجم. دابا حنا ملي كنشوفوا اللاعب كيبان لك اللاعب خص يكون، بعض المرات يقدر يقول لي شي واحد حياته الخاصه يتصرف كما بغى، واخا كاين اللي ما يتفقش معايا، هذه وجهه نظري. شي كتولي لاعب كتولي ستار ديال كل شيء، الناس كيقولوا لي بان لك قدوه، خاصك سلوكك، شي راه كدير بعض المرات شي كورميطه ديال ما عرف كيف دايره، ولا دير شي، خاصك تتماهى مع مشاعر المغاربه على الاقل في اغلبيتهم. طبعا عندك شخصيتك، غير الطريقه ديال المشيه، غير التصريحات، لان انت راك لاعب ما بقيتيش عارف حدود، وهذا الشيء كامل كيكون كيأثر في الدعم في كذا، فخاص التأطير ديال اللاعبين في هذا المستوى، تصريحاتهم، لباسهم، فوقاش يصرحوا، المدرب فوقاش يسلم، هذه حتى هي امور، وكنقول دائما كترتبط بالتكوين وماشي عيب، لان المسؤوليه على عاتق دور ديال المؤسسات الاجتماعيه والتربيه والديمقراطيه وهلم جرى. نقطه اخرى مهمه جدا جدا جدا، المغاربه الكره لعبه صحيح عندها وجه سياسي اليوم، ولكن ما نحملوهاش اكثر من طاقتها، ما نحملوهاش، نخليو الكره في حدود لعبه، ما نهبطوهاش للسياسه بزاف ونخلطوها وكذا، لا لعبه لعبنا بروح رياضيه، جينا بحالاتنا، وانا حكير عندنا منتخب راه ضرب تمارا رفع راسنا عالي في قطر، كيقول لك شي واحد واش غنبقى عايشين في قطر؟ ايه نفرح به بزاف، ما حناش نكونوا ناكيري خير، فرحونا وخرجونا للشوارع ونشطونا وهزينا راسنا، مشاو لعبوا في واحد الظروف الصاد كانت بعض الاخطاء، صافي نمشيو حنا نهجموا عليهم بعد، لا سيدي نحافظوا على هذا المدرب ونحافظوا على هذ اللاعبين ونحافظوا على هذ الجامعه ونحافظوا، ولكن من ولكن ننتقدوا الجامعه الملكيه لكره القدم لها دور، ولكن حقا نفتح نقاش كذلك، هل يعقل مكتب جامعي ما اجتمعش هذه 8 اشهر؟ هذه مسؤوليه ديال من استرجاع، وملي كنقول هذا الشيء ماشي كنريبوا باش تقادوا، راه على الاقل المكتب الجامعي اجتمع 15 يوم واشهر، واش 8 شهور من الجامع و15 عضو في مكتب الجامعي، إذا كنتوما غتجامعوش علاش دايرين هذا المكتب الجامعي؟ ما يتشاورش معكم الرئيس؟ قال لك لا نقاش مع الرئيس ما عارف انت شي حاجة.
اللجنه المؤقته ديال المنتخبات، هاد السيد اللي اكس حكم مع الاحترام ليه والاخر كيمشيو مع المنتخب، زعما شنو القيمه ديال داكشي؟ التقرير المالي، حنا سمعنا واحد التصريح، نبغي مشاو للمنتخب، مشاو للكوت ديفوار وداروا اوتيل كان دوزيام جوج نجمات، واحد لوطيل، هذاك لوطيل ديال جوج نجمات حولوه لفائده المنتخب المغربي، تحول الى 5 ايطوال. تصوروا اللي بغيتيها تلقاها، اللي بغيتيها تلقاها. طبعا كون ربحنا قدروا هذا النقاش ناجلوه، ولكن دابا خسرنا، خسرنا من حقنا نفتحوا الجريب المالي مع الجامعه الملكيه. انا امام تصريح، تصريح مثير، هاد السيد تيقول لك المعلقه جابوها، كل شيء موجود اللي بغيتي. نسمعوا هذا، ضربوا دويره في 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 سان بيدرو، مشاو لواحد لوطيل بان لهم بلاصه فين هذاك لوطيل، علاش؟ شافوا البلاصه ديال لوطيل حدا بحر، بيان سيغ مير حدا البحر، الوغ البحر بعدا كتعطيك شويه كترطب لك الجو، لان البلاصه فين كترطب الجو، فين فين كاينين هما حتى النفسيين، تخرج للبحر تمشى كذا، البلاصه فين تما بحال دابا كانت عندك الحراره تما غادي تحط طالعه شويه عرك الحراره. الوغ مشى خدا لوطيل، دخل عند السيده قال لها شوف هذا لوطيل شحال، 2 ايطوال 3 ايطوال، هذا لوطيل ديالك تعطيني انا هاد السويرتات، هذا لوطيل غنردو لك 5 ايطوال، غنجي من 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 ا تل زد، بالناموسيات بالتلفازات بالجليج، ارد بنوه ازيرو ازيرو، الجامعه الملكيه المغربيه عطات التعليمات عاودوا لوطيل ازيرو ولا 5 ايطوال، خدوه 2 ايطوال ردوه 5 ايطوال، بالطلامط بالفراش بالمساند كلشي، شوف بالمعارف عطاهم، عطاهم مساند ومخادم كلشي كلشي الحال، شوف لا واش عطاهم شتيهم كلشي شتيهم كلشي الحال كلشي كلشي، وغادي واش غادي يحشوا ما غاديش عطاهم مخادم هادي، لا ما فهمتينيش باش تعرف والديتاي ديال والمعالق وكلشي جابوه المغرب كلشي، هذاك لوطيل كساوه كيف كان لي كويزيني، لي كويزيني الماكله كلشي كلشي، وكيجيو كيقول لك ودابا المصريين والتوانسه وداك الشيء كيقول لك شوف المغاربه شنو داروا، شوف المغاربه الطريقه الاحترافيه اللي داروا، انا سمعت التوانسه مغاربه كيفاش خداو لوطيل، كيفاش صايبوه، كيفاش خلاو كل شيء قريب ليهم، هبطوا لواحد البلاصه مزيانه، ولاو كيعرفوا بان راه الخدمه هذه راه ماشي اللعب، خدمه عامل نفسي وياه عامل نفسي مهم جدا. وهذا النقاش كينتعش اكثر دابا ملي خرجنا من الكان، مزيان توفر شروط اللاعبين، ولكن سؤال علاش جنوب افريقيا والدول الاخرى ما عندهمش هاد الشروط وغلبونا؟ متى ولا خرجتنا جنوب افريقيا ما عندهاش، ما عندهاش اللاعبين المشهورين بحالنا، وما عندهاش هذا الدعم المالي، وهزمنا ولا خرجنا، ماشي نهايه العالم، ولكن ما فيها عباس نعرفوا فين كاين وجه الخلل. نقطه اخرى مهمه بهذا الجانب هذا ديال التمويل ومهمه، شحال ديال الفلوس صرفت الجامعه الملكيه لكره القدم؟ شحال صرفتي في هذا الكان؟ مثلا جينا تقصينا اهم باش نعرف، راه ما كاينش اخوتي المغاربه احسن من النزاهه والشفافيه، الفلوس هذاك مال عام ديال المغاربه في ظرفيه اقتصاديه ما فيها باس، راه البشر علاش درنا السلطه؟ قال لك السلطه المطلقه مفسده مطلقه، والسلطه تحدها السلطه، علاش حنا دايرين هذا المجلس على الحسابات وكنديروا هذا المحاكم الماليه وكنديروا مثلا المراقبه والمفتشيه العامه وكذا؟ حنا كمغاربه واش عندنا شي صوره على المنتخب شحال كيصرف؟ هو الجامع المكتب التنفيذي تمشي تسولهم، تصور انت عضو في المكتب التنفيذي، خلي المغاربه عضو، انت عضو في المكتب التنفيذي ديال الجامعه، ما عندك الصوره على شحال صرفت الجامعه في هذ العامين. سولت انا بعض الاخوان بغيت ناخذ شي معلومات، كنقول لهم شحال صرفتوا؟ قال لك هذه عامين سيدي ما طلعنا على التقرير، علاش؟ قال لك خاص تجمع، واش يمكن 24 شهر ما تعرفش الفلوس؟ اخطر قنبله هي هذه، شحال الفلوس؟ شحال صرفت؟ هاد لوطيل اللي وجدناه لمن وشحال وكيفاش وعلاش؟ الفلوس ديال الشعب المغربي شحال عامين، وهاد الاعضاء المكتب الجامعي 15، هذه نقطه خطيره، شنو كدير انت تما عضو ما كتكتب حتى تدوينه في صفحتك ولا انتقاد، شنو قيمتكم انتم اعضاء المكتب التنفيذي؟ بغيت نفهمها، ما عمري شفت انا شي عضو ما كنقول ب 15 ولا شي واحد شي نهار لقيت عنده شي انتقاد للتدبير ولا، علاش ساكتين؟ علاش الانسان تيبقى ساكت؟ علاش؟ علاش الانسان كيشوف الحق وكيهضر؟ بعض المرات كتلقى بحال مثلا ديك القضيه اللي تفجرت مؤخرا ديالنا ديال تشير، مع احترامي الناس كيعيط ليا شي واحد تيقول لي حميد كنضامن معاك وكذا، مزيان اتصل بيا، وكيكتبها في صفحتك حيت اثارها غتكون في الكتبه، لان هضرتي انا وياك ما تصديناش الظاهره، هذاك انا هدأتيني، ولكن حنا بغينا نواجهه في الواقع الظاهر، ملي كتكتبها كتحاصر، لان انا ما كتبتيش كنقول هذا في كرشو العجينه، اذا خايف لي شهر وباش يشد عليه شي حاجه ما قدرتش يكتب، خايف من التشهير،
خايف يغضب اخصو يبقى صديقي انا وصديق الجهه الاخرى اخصو يهضر معايا في التليفون ما شاف واحد ويبقى انا هكا تنفكر وما يتقلقوش من عباد الله عاد من عباد الله كاين الناس اللي اتصلوا بيا وكتبوا ما نهضرش على هادشي اذا كذلك خصنا ننتقدوا اعضاء المكتب الجامعي علاش ما كتهضروش من خايفين شنو فكرشكم سؤال شنو فكرشكم امام هادشي كتبوا هضروا قولوا راه ما حنا ما عندناش التقرير هذه عامين قولوا الناس اللي تنشر هذه ما جامعناش علاش ما عندنا راه النقد اخو انا اسرائيل مثال سيء الذكر ما كنحماش نعطيكم مثال باسرائيل ولكن هل يعقل هذيك الدوله الصغيره في عز الحرب كتصور في الحرب ماشي الحرب كيخرج الصحفي تينتقد السلطات ديال بلاده وتيخرج برلماني في الكنيسه وكينتقد ولا يخول ولا كيسبوا شي واحد علاش حنا ما كنهضروش علاه انا قلت لكم مشكل المغرب راه ماشي في الترسانه ماشي في الجو ماشي عندنا الثقة عندنا كلشي اللي ما عندناش هو النقد ما عندناش نخافوا من النقد لا في الكوره لا في كذا عدد من الاشياء ختاما اتمنى حظا سعيد للمنتخب المغربي بدينا ملاحظات انا عمرنا ما كننسى ورفعتوا راسنا عالي نحبكم نعزكم سي حكيمي ضيعتي بيلانتي راه ضيعوا روبرتو باجيو ضد البرازيل في كاس العالم 1994 في امريكا هذيك مش لن ننسى كاس سي حكيمي ولن ننسى اللاعبين ديالنا كاملين بدون استثناء ولن ننسى المدرب ولن ننسى الجامعه كذلك في هذا المستوى اذا هذه الملاحظات من اجل حتى لا تتكرر بعض الاشياء ونكونوا مستعدين لكاس الافريقي اعتقد في المغرب من بعد 18 شهر واخر كلمه دنيا باطمه عندي واحد المناشده خوتي المغاربه عفاكم لما تسمعوا هذه الخاتمه أسوأ في ملف كنعتبره داز في تاريخ المغرب انا هو ملف ديال حمزه مومبيبي ماشي معناها ما فيهش جرائم والا القضاء ما كانش يحكم ماشي معناها ما كاينش الناس ضحايا كاين الضحايا وخصو ملف كنناقش من حيث توظيفه كيف استغل ضد المصالح ديال المغاربه عندما اعتقل الصحفيون في المغرب واعتقل نشطاء الريف كان ذاك الملف من بعد وغطى على النقاش الاعتقال وظروف الاعتقال واعتقال حقوقي من تعتقل الإسكوبار هاد جوج الاخر كانت فرصه ذهبيه نفتحوا نقاش علاقه السلطه علاقه السياسيين بالمخدرات هاد كيفاش كينفذوا الناس السياسيين كان ممكن علاش علاش وصلنا لهاد الحاله كان ممكن جاء عاوتاني الاعتقال الدنيا باطمه في الصفحات وحرمناه من هاد النقاش اليوم عاوتاني ها هو المنتخب المغربي خرج من الكان فرصه نديروا التقييم وناقشوا فيه هو لماذا عاوتاني اعتقال ديال الدنيا باطمه طبعا القضاء كيدير شغله ولكن تقول هاد الملف كيفاش كي الناس لان المغاربه والله الا بنينا المغرب الا ما انخرطناش كاملين راه ماشي غير السلطه السلطه والاحزاب والسياسيين والبرلمانيين وحنا المجتمع المدني حنا كمجتمع مدني ضروري راه كاين اخوتي المغاربه الناس اللي باقي اليوم كيعانيوا من بعد الزلزال فين وصل اليوم راه التلامسه رجعوا فين وصل واش نقدنا الموسم الدراسي ولا اليوم الاسكوبار هاد الميل فين مشى واش وسدينا صافي المنتخب اليوم الماء اليوم الماء موضوع خطير دق بخصوصه الملك ناقوس الخطر وماشي حق الوزير الفلاحه لافوكا والسياسه الفلاحيه صحيح كنتقدوها وعندها مسؤوليه حنا كمواطنين واش بصح حنا مستشعرين خطوره الوضع في المستقبل من الماء اللي ما يبقاش واش قادرين نفتحوا هاد الاوراش وهاد النقاشات المهمه تي دنيا باطمه وثاني دنيا باطمه انا كنعتبر أسوأ ملف هو هاد ديال حمزه مومبي ما تنقولوش انا الناس مكونيكتين وقالوا لهم اش تقولوا اش تقولوا ولكن ملف حيت فيه المعلومه بسيطه وفيه النقاش بسيط ودغيا توجد فيه النقاش ولانه فيه عناصر ديال الجذب وديال الاثاره فيه فنانه مع فنانه هذه كلها عوامل خلات هذا الموضوع هذا اكثر من حاجه كاين قضايا اخطر دازت في القضاء كاين ملفات كتصح هذا الملف هذا يعني خدا اكثر من الحجم ديالو وغطى لنا على النقاشات الحقوقيه والسياسيه اللي حنا احق ليها فكنتمنى هاد السيده تخليوها ترتاح شاده بالعقوبه الله يفرج عليها ويفرج على كل مظلوم في الحبس انا ما نقول لا ظالمه هاد السيده لا مظلومه دارت هذاك القضاء قال كلمته انا الله ولكن تبغيو رايي وغي يجيب لها شي عفو هي غلطه العفو راه وجيب لها ربي العفو كاع لكل مظلوم في الحبس ماشي غير المعتقلين الصحفيين ولا غير الصحفيين اي واحد مظلوم في الحبس ولا الجميع الله يجعل ربي يدير شي افراج للجميع كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء